شو وين صفنا؟ لك بارك لي بارك لي يا ابو لطفي. بارك لك على شو؟ صار عندي موقف. موقف شو؟ لك مبسوط خير الله وما بعطي فرحتي لحدا. اليوم بدي نام احلى نومه لانه صار عندي موقف. موقف؟ موقف من شو؟ من الحاله اللي وصلنا لها؟ من الفساد اللي عم ينخر فينا نخر؟ لا شيء اهم من هيك بكثير. شيء اهم؟ اخذ موقف من الانقسام السياسي والاجتماعي والطبقي والعشائري، ولك حتى بكل بيت صار في تيارات واحزاب. اخذ منهم موقف يعني؟ لك لا. لك عم من شو اخذ موقف؟ اخذ موقف من التدخلات الاجنبيه والدوليه والقاريه، ولك حتى التدخلات الفضائيه. لك ما ضل حدا ما لعب فينا، فاكريننا طابه عم يشوطونا من قرنه لقرنه. يخرب بيتك، اخذ منهم موقف يعني؟ لا لا لا. لك من شو اخذ موقف انت؟ من سياسه القطب الواحد؟ لا. من انتشار العولمه؟ لا. من ازدياد عدد المهجرين؟ لك لا. من تحكم في امن الناس براس المال واندثار الطبقه الوسطى بشكل كامل؟ لك لا لا. من التحول المرعب اللي عم يصير بالذكاء الاصطناعي؟ لك لا. لك من منصات التواصل الاجتماعي وكميه التفاهه المنتشرة بشكل مبالغ فيه؟ لك لا لا. لك عم شو اخذ موقف؟ اخذت موقف على الاوتوستراد متر ومتر لحط فيه براكية وبيع فيه شاي 8 ساعات كل يوم. ايه الف مبروك. يقول هيك الاول. بتعرف انه هذا الموقف احسن من كل المواقف اللي ذكرت لك ياهو.